امبارح مجلس أمناء الحوار الوطني وجه الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين، وكانت استجابة بالتأكيد واهتمام خاص من السيد الرئيس بهذا الملف تحديدا والنقاشات اللي حصلت في أروقة الحوار الوطني. عشان كده الحوار الوطني ثمن حرص سيادة الرئيس الكبير على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة الملف ده للقائمين على الحوار الوطني. كمان مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن عن انعقاد جلسات لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية النهاردة لمعالجة هذه الإشكاليات والخروج بتوصيات بخصوص هذا الملف. لمزيد من التفاصيل معنا على التليفون أستاذ أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. يا أستاذ أشرف صباح الخير يا فندم. صباح الخير، صباح الخير عليكم وصباح الخير على مصر. يا أهلا بيك يا فندم. في البداية وبعد هذه اللفتة الطيبة طبعا اللي قام بيها سيادة الرئيس كعادته بالإفراج عن 79 من المحبوسين، إزاي شايف اهتمام سيادة الرئيس بهذا الملف؟ طبعا احنا لازم نعترف بوجود اراده سياسيه من السيد الرئيس للافراج عن سبعين الراي. طالما توفرت اراده سياسيه فبالتالي احنا بنلاقي مناخ جديد وفي هذا الملف. طبعا احنا في الحوار الوطني بنشمل قرار السيد الرئيس عن الافراج اليوم عن العدد 79 فرد، وده طبعا مش اول مجموعه بل تبقتها مجموعات كثيره. فالملف ده بنشوف فيه تحسن كتير وبنشوف فيه تبييض للملف. كمان بنثمن قرار السيد وزير الداخلية والسيد النائب العام. طيب اتفضل. طبعا لازم نعرف ان في سيسبقه طبعا كان في قرارات سابقه وفي قرارات لاحقه احنا بندرس فيها، وده ملف احنا مهتمين بيه في الحوار الوطني وبتلاحظوا ان احنا باستمرار بنتكلم فيه وملف مهتمين به لدرجه كبيره. مين اللي انطبق عليهم شروط الخروج؟ اللي هم لم يلطخ ايديهم بالدماء، يعني كل سجناء الراي طبعا اللي هو لم يتجاوز على الوطن، اهم حاجه لازم يكون صاحب راي مختلف مع الحكومه، ما فيش مشكله، الاختلاف لا يفسد الود قضيه. لكن طبعا في عفو، وفي عفو من السيد الرئيس عد المجموعات دي كلها ان شاء الله. طيب ده جميل. كمان هيكون في انعقاد جلسات لمناقشه تعديل قانون الاجراءات الجنائيه ومعالجه الاشكاليه والخروج بتوصيات. ايه ابرز النقط المقترحه في الملف ده تحديدا؟ النهارده هينعقد اجتماع فعلا صباح اليوم، هيبقى فيه جلستين، في جلسه اولى هيبقى فيها معالجه الحبس الاحتياطي، والموضوع الثاني غيبه بدائل الحبس الاحتياطي، في عقبه جلسه ثانيه اللي هي بنتكلم في تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي، طبعا التدابير المصاحبه للحبس الاحتياطي. ده هيبقى جلستين صباح اليوم النهارده ان شاء الله. طيب هل حصلت مناقشات قبل كده ادت للوصول الى نتائج مثمره هتكون محل نقاش طبعا خلال الاجتماعات والجلسات القادمه في الحوار الوطني؟ هو هذا الملف من شهرين الحوار الوطني بيدرس فيه وبيجهز نفس الكشوف دي اللي عرضها على السيد الرئيس واللي تصدر مشكور بالعفو عنهم اليوم ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الاستاذ اشرف الشبراوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. طبعا ما فيش شك زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، قرار من سياده الرئيس بالافراج عن 79 من المحبوسين حاجة مهمة جدا، وهيتم مناقشة هذا الأمر في الحوار الوطني. الحوار الوطني بيهتم بكل الملفات، كل التحديات اللي بتواجه مصر خلال هذه الفترة طبعا الحوار الوطني بيهتم بيها، سواء مع الحكومة السابقة يا هبة وحكومة التحديات اللي بنتكلم فيها. في تحديات كتيرة ما فيش شك بتقابل مصر، لكن المهم ان يكون في تكاتف من الجميع لمواجهة هذه التحديات. الحراك والحراك السياسي والحوار الوطني ومشتملاته سواء على الجوانب الاجتماعية او الثقافية او الاقتصادية، وسماع السيد الرئيس لهذه الاقتراحات وتنفيذها، ده الشيء الجميل الحقيقة. صحيح.